اهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم محمد المحمدي والحلقه الاولى من لب لب في الانجليزي. طبعا كتير مننا نفسه يبقى برابانتي كده في اللغه الانجليزيه ويتكلم بسرعه ويفهم الاجانب ويفهم الافلام. الموضوع ده طبعا بيحتاج وقت وجهد وتدريب، ولكن برضه بيحتاج بعض القواعد بتساعدنا نفهم ازاي الاجانب بيتكلموا كده. في البدايه عايزين ناخد بالنا ان الاجانب بيتكلموا انجليزي زي ما احنا بنتكلم عربي بالضبط. خدتوا بالكم قلتها ازاي؟ الاجانب بيتكلموا انجليزي زي ما احنا بنتكلم عربي بالضبط. هما 9 كلمات بس، ما تحسش هما 9 كلمات، تحس ان هما يعني 2 combinations او كلمتين كده. الاجانب بيتكلموا انجليزي زي ما احنا بنتكلم عربي بالضبط. احنا عن نفسنا لما نيجي نتكلم عربي ما بنتهتهش في الكلام، بنتكلم مجموعه كلمات مع بعضها كده بدون silent pauses، بدون فواصل صمت او فواصل زمنيه ما بين الكلمات اللي احنا بنقولها. تعالوا نشوف مع بعض كده الكلام ده في الانجليزي بيتعمل ازاي. لو انا عايز اعتذر لحد واقول له انا اسف، I am so sorry، بس شوفوا كده هما بيقولوها ازاي. I'm so sorry. 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 أو بسأل واحد عن اسمه مثلا. What's your name? 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 أو بتقابل واحد مثلا لأول مرة فبتقول له nice to meet you، بس هما بيقولوها ازاي؟ Nice to meet you. 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 أو بتعرض مساعدتك على حد. How can I help you? 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 أو بتسأل واحد مثلا كيف أخبارك؟ كيف صحتك؟ إزيك؟ كده؟ طب وكده؟ How are you feeling? Hey, how are you feeling? 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 أو قررت تضحي مثلا وتلزم حد من أصحابك هنا في البيت وتلزم عليه مثلا بأكل، بشرب، بشاي، بقهوة، بحاجة ساعة بيبس. Would you like some tea? 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 Would you like some coffee? Would you like some tea? Would you like some coffee? طبعا دي كلها مجرد أمثلة ممكن تقيس عليها مواقف تانية كتير مشابهة عند استخدامك للغة. المشكلة عندنا هنا اللي احنا بنستخدم اللغة لأنها مفردات منفصلة، وده اللي بيعمل فجوة ما بين اللي احنا بندرسه وما بين الاستخدام الفعلي للغة، سواء كان في تعاملنا مع الأجانب أو مشاهدتنا الأفلام أو سماعنا الأغاني. وهنا دايما هوجه لكم النصيحة المعتادة، حاول دايما تتدرب على الكلام زي ما بتسمعه مش زي ما بتقراه. خلاصة الحلقة، أنا عايزك تتكلم in chunks، يعني تتكلم في مجموعة كلمات مع بعضها عشان توصل فكرة معينة، مش تتكلم in separate words بكلمات منفصلة فيها تهتئة كده و silent pauses، فترات صمت ما بين الكلمات وبعضها البعض. بالشكل ده تكونوا خدتوا أول خطوة عشان تكونوا lip lip في الإنجليزي. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. خالص تحياتي.